كان في انصاف كانت بلدنا تكرمنا تدينا اوسمه وناشين. احنا اللي عملنا انتعاشه في الاقتصاد المصري. مين اللي عمل النقله الحضاريه دي غيرنا؟ تعثرنا شويه، ايه اللي حصل؟ طب والله لو امريكا حكمتنا يبقى احسن، مش دول كفار؟ لكن على الاقل فيهم ناس بتفهم نقدر نتكلم معاها. يا حبيبي لو الاخوان مسكوها ده يبقى احسن، على الاقل دول ناس واضحين وفاهمين. اي بيزنس مان في العالم يعتبر ثروه قوميه، محدش يقدر يجي جنبه. لكن لو عندنا لو واحد تعثر ما يصدقوا يقلبوا الدنيا على دماغه. يا عاصم بيه احنا مش جايين نتكلم في السياسه، احنا جايين ناخد فلوس هنداوي بيه من سيادتك. ما احنا اتفقنا على جدوله المديونيه، ولا ايه يا محسن بيه؟ ما احنا مجدولين المديونيه 3 مرات قبل كده وجايين في ميعادنا حسب الاتفاق. يا دكتور انا مش ممتنع عن السداد، انا متعسر. وانت انسى ال 100 مليون بتوعك. امال احنا هربانين وعايشين في لندن ليه؟ عشان متعسرين. وانت كمان مسيرك تتعسر وتهرب وتيجي تقعد معانا هنا في لندن. لندن يعني اقدر اسجنك. احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل، دي قشطه. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شويه، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شادي بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن دي حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعفوا البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه اتصدروا تلاقي اللي بره. كده برضه يا حبيبي يا هاشم. حبيبي بقول لك يا محسن دي. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهوره؟ مش قوي. عمل كليب واحد اتعرض مره وتشال. تشال ليه؟ بس كان خارج شويه. خارج اكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ نعمل لها شريط نجح، نعمل لها التاني. شديد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه هنداوي؟ موجود فوق يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها، دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. في يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. ايه في مصيبه بره.
مصيبة؟ مصيبة ايه؟ بوليس الاداب؟ لا مش بوليس الاداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجه مع البنك ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعصرنا شويه، علينا مبلغ ما يذكر حوالي 800 مليون دولار. انا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا بحسوليش. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. انت اسمك ايه؟ فرج. يا فرج هات الجسترينج بتاعتك. جسترينج مش ده؟ ايوه يا ابني دي بتاعت عينة بول. الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاعها في حتة حمرا كده. ايوه هو ده. الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات. هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل جهزنا خلاص؟ تمام تمام. بص على الباشا. اتفضل اتفضل. شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارساً على القصر بكافة محتوياته واعتباره أميناً عليه. وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا دياببي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان. القرضين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوايد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل إيه؟ فيه إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. وأديكوا اتحفظتوا على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك أخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%. هتسدد البنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهلة كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير اي حاجة. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لأصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 لكن الحقيقة احنا عندنا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب. ده أول وأكبر مصنع للصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط كله. إيه؟ يا أم إبراهيم؟ إيه؟ أم أحمد معاكي؟ موجودة يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنة الأساسية في البنية التحتية بتاعت مصر كلها. أنا مش شايف أي حديد خالص. لا أصل النهاردة أصل نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوة بس يعني. شوية شغل كده. يلا يلا. أيوة شوية شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني تعالى صلاة النبي. شوف النار طالعة إزاي. شوف النار. كمان شوية طالع حلوين. أيوة. بس 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 أوي. يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر حاجه زي كده.
ده بقى يا باشا ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ها؟ ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مش حلو قوي لا مصورات بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان. ده أول وأكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الأوسط. الحقيقة إحنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لأن اتضح إن الإقبال عليه في السوق شديد شوية. ممكن ندخل؟ نعم. ندخل. أنا بقول بلاش، أنا عشان الدخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء أجانب اسمهم الخرمونجية، دول اللي بيحددوا نوعية الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للأسف أنا كان نفسي أقدم حاجة بس الدخان كله سحب. يا حلمي. أمري فندم. علبة بتاعتنا من الإنتاج الجديد مليانة كيوي. كيوي مليانة كيوي، تروح للأولاد في البيت عند الباشا. تجس فورا يا فندم، تجس فورا بسرعة. أولاد مين؟ أولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروة الحيوانية. ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي. ده للإنتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوفرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. أيوة يا فندم. مطلع لك معزة صغيرة، ها؟ تحطها باكج ويروح للأولاد عند الباشا في البيت. ها؟ أولاد مين؟ أولاد مين؟ والبطة، هات بطة قسمها وتوديها للإخوة في البيت. ها؟ قطع البطة كده حتت حتت بس حتت تكون كويسة وتوديها للبشوات في البيت. يلا نبدأ وهو من هنا. مين دول يا مؤسس؟ مش عارف. إحنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الأرض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ هينفع كده؟ في ايه؟ هات سكينك. انت عارف انا مين؟ باز يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا. شويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع. ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت اشعه؟ نعم. اشعه اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتخليك يعني التكبير بتاعك. يعني عايزين دي بقى تبقى كلها كده، عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. ماشي. لا حول ولا قوة. استشهد ولا شهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. ابو سيدك. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي، اشوف ولادي. لا هنا زيارة ممنوعة الحقيقة يعني. استنى 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 استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل ب60، انت فيك حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الاداره الجديده متربسه قوي. هو في ايه؟ هي البقره لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجاه كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعصرنا شويه، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر.
بيه. نظام باشا في انتظار سعادتك. مسيا شكري باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، حاب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشد، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه. مظبوط نظام بيه عبد الدايم طول عمره. مظبوط. قول لي بقى، عباس شريك يا ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام تمام. ده حتى هنا من الصبح. يا اهو شرف يا سيدي. اهلا بابو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك بغبط؟ ازيك اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجينيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. ها الواد ده لازم تبخروه. اقعد اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوي يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها ملاهي؟ انا عايز اروح ملاهي. ده ثلاثة بالله العظيم هرجع من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر. ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. دياب لسه قافل معايا، جدولوا لنا القرض وزودوا لنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف حلو. بوبوس. نعم؟ بوبوس. دي نظرية اقتصادية جديدة؟ دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية 100%. على فكرة يا باشا أنا كده متفائل قوي. متفائل بإيه؟ إحنا لينا فلوس برة كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزيادة كمان. أهم دول كبار رجال أعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم انت احق بيها دلوقتي. مين الاولاني ده؟ ده كريم ثروت. لنا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك. غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي. دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن. دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدولوا لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت. ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم. اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ حاجة طلعت يا ثروت! بنت الحرام! خسرنا كل حاجة! بنك مانهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت! يا رامي! يا طب يا ثروت اجي لك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد! عم جيد! على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلحدار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيه السلحدار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. بره جوه 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 بره ج
بعد ما خسر فلوسه في البورصة هو على الحل. يا حبيبي يا هاشم. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت لفتح الشواتفي؟ لين عنده 9 مليون وكسور. رحت له، عنده زهايمر. أول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمة؟ افتكرني أمه. طب بس 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 عطية أبو سريع. مين عطية أبو سريع؟ عطية أبو سريع بتاع الأدوات الصحية. أهو ده بقى لين عنده كاش يعدي 7 مليون. ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه احنا لينا فيها النص، والفيلا دي تعدي دلوقتي ال 40 مليون. حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطيه ابو سريع. اه مو هاشم ايه؟ بس حبيبتي ياسين نبلور با Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureuse. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, chérie. Merci. Ah oui, تفضل. كل يوم يعدي علي أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاه. بعد الشر عليكي يا موجة. مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك. أنت في حس شبابك. وألف راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عطية الله يرحمه كان واطي. واطي قوي. ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره. أقول له بتعمل إيه يا عطية؟ يقول لي بتسلم. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل. يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم لما تتفعص يحط إصبعه في بقه. بيعمل صوت بشع وهو بياكل كنت برجع. لكن أنا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات. هفضل مخلصة له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جنتي طلع ذوق مات بدري. الحمد لله. راجع هاني تشري؟ سيل فو بلي رأفت كابوتشينو سان سكر. مهجة هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الاسود بتاعي عشان انا حزينة. ربنا يجعلها اخر الاحزان، اوكي؟ ماشي. على فكرة لطفي الماس بقى عليكني هيموت عليكي كل يوم موجع موجع موجع. بليز بقى هني عليه شويه. ما يصحش ده كان صاحب جوزي. الله وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه والراجل من جانتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كوليه ديامون يجنن يجنن سينيه بالجاري. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا. يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا دكتا ودلع يا يقول لنا تغير. ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في العزا؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعه بسرعه. حضرتك راح فين يا راجل؟ خلاص بقى ماشي. بقول لك ايه؟ على بال ما اتطرق الستات دول انا هوصل لغايه لطفي، وعلى بال ما اجيبه بقى تقلع الفستان الاسود ده، فاهمه ولا لا؟ ارفار يا جماعه، فرصه سعيده اني شفتكم. باي يا روحي. باي باي.
أنا مهجة النشار، حرم المرحوم عطية أبو سري. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا علي إيه؟ شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 اجمدي امال اجمدي يا مدام اجمدي كده. لازم تجمدي. انا جمدت خلاص ميرسي. ما تجمديش قوي كده يعني، هو كان غلط كده بس. الله يرحمك عطيه. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطيه كالرجوله كالرجوله طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه. والله بس شهادة لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه، وكأنه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي. والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه، قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طاطا. والله كان يحب كلمة طاطا دي قوي، بدلعه طاطا. اخبارك يا طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميحة كان انا محسن. قولي ازيك يا محسن؟ محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين. محسن جيت طاطا راح، طاطا جيت كانت فاحل انت بنتك فاحل. يا حبيبي يا هاشم قهوه قهوه قهوه. والبي بيرة ساعة. محسن بيه هنداوي سيادتك، انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفست على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس، على شويه سوداني سخنين، على شويه كاجو، ها؟ عشان دي الظاهر انها ليله حلوه. ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عز من عطيه. أنا كنت بحب عطية أوي. إزيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسة الحمد لله. أحسن ميرسي أوي. لا 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 أنا عايزك تبقي مؤمنة كده، لازم تكوني مؤمنة. لا 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 أنت بتعذبيني كده، أنت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنة و ها؟ بس بس حبيبي. يا حبيبي يا هاشم. مشبرة يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفع عزة؟ ده محسن بيه هنداوي صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطية، كان جدع وصاحب صاحبه. والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطيه الله يرحمه. هو اللي انا دخلت عزه غلط. بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه الثانويه بتاعته النهارده، ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اورفار. اورفار يا روحي. اورفار، مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. انت حلال يا بنت. باي يا راوي، ميرسي. بونوي رافض. عينيا يا باشا. هات لي بقى ازازه ثانيه عشان شكل القعده كده هتطول شويه. عينيا يا باشا. والنبي يا باشا سيادتك، يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه؟ قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنه ميت وتجيل الجيم. نعم، عاوز ايه؟
تعالى اقعدي جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. ها؟ احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشرب الكوبايه دي عشان يبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده ولا ده. عايز ايه؟ شويه بقى باشا بسطرمه على شويه جبنه على شويه لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونه مخلله كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلميه الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجه يا زفت. اطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ وانا مش عارف اتكلم وانت عصبيه كده. تعالي اقعدي اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. انا محسن هنداوي صاحب هنداوي جروب، اول واكبر مجموعه اقتصاديه في الشرق الاوسط. شويه زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونه معصفره بقى كده على مزاجك. ها يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجه يا زفت. الواد ده جدع قوي. اخيرا مهجه وافقت عليا. ياه انا مش مصدق نفسي. انا ما قلتش انها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزه بتاعتي الانثويه وباعتباري ست بفهم اقدر اقول لك ان مهجه بتموت فيك. ازاي؟ مهجه انسانه مش عاديه، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المده الطويله دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات تبقى اكيد معجزه. هو ده بقى اللي مخليني مش عايزه افرط فيها. اوكي يا محسن بيه، صدقني انا اول مره اعرف ان المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل سيب لي نمرة تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. اه طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ السبع مليون دول برضو ما عندكيش فكرة عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلت الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليا لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي، واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شويه. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا يعني لحد؟ لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر. اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي سعاده الباشا، الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعته لي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا انجر. ايه في الباب يا رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ اه سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطيه الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحه ولا حد انت عامل ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ اه ارمله يا عيني. ارمله ولابسه فستان اسود، فستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. هو انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده؟ ها انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وانا حامل. طب وديني ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. فاكر انك انت استفرطت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. ما انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي 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 استنى يا لطفي 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 اكيد فاهم غلط. لا لا لا
تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوه هنا، في بلوه. تعالى شيل من هنا، تعالى شيل من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي يا باشا. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس، ها؟ ايوه. بس اسمع، لا استنى استنى. معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك سيادتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع. انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي يا باشا. ماشي؟ ماشي. ماشي. استنى بس طب اسمع. ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحاتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضيه وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه. بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. انا باشا مش مصدق نفسي. انا بتكلم مع سيادتك. انا مره شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا وانت بتحكي عن قصه كفاحك وازاي بدات من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص بص يا رأفت. ايوه يا باشا. أهم حاجة في رجل الأعمال إنه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك أنت أخويا. عنك أنت. أيوه عارف رجل الأعمال لما تجيله فرصة لازم يثبت فيها. يمسك فيها جامد. ما يسيبهاش. ما يسيبهاش أبدا. يا سلام. نلبسها قميص نوم ولا حاجة عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب. أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه. ما يصحش يعني. طب ما نلبسها قميص نوم ما يصحش على حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام ايه؟ لطفي استنى يا لطفي يا رب. هي دي بقى الطاهره الشريفه استهانم؟ ها؟ لطفي دي زي القطه المغمضه يا لطفي. دي ست منحله ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقوله موجه تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ أنا بقى متأكدة إن مفيش أي راجل في حياتها. وأنا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها لاقيها بنت ال... لا أرجوك ما تقولهاش بليز ما تخليش الشك يدخل جواك. شك؟ شك إيه يا مدام؟ ده إحنا الاتنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعض و... ما تقولهاش بليز يا لطفي ما تقولهاش. ده هي تحت وهو فوق يا هانم. هي تحت وهو فوق. دي أوضة المرحومة يا باشا. بقى مرحوم كان بيسيب لقطة القشطة دي ويجي ينام في الأوضة دي لوحده؟ عز بقى يا باشا. أنا نفسي أتجوز مخصوص يا باشا عشان أنام في أوضة ومراتي تنام في أوضة تانية خالص. تعرف يا رأفت أنا كمان نفسي أتجوز عشان أنام في أوضة ومراتك تنام في أوضة تانية خالص. إيه إنما أنت ليه يا رأفت ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ قارين فاتحة من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفاتحة ولا بعد الفاتحة؟ جوازها أصلها متعسرة شوية. الله. أنت كمان متعسر؟ الدولة مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ أنت خطيبها من حركة كفاية؟ لما تبقى الشقة التعبانة أوضة وصالة ب 80,000 جنيه تبقى الدولة مش عايزة. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه يبقى الدولة مش عايزة يا باشا.
لما المرتب يخلص بعد اسبوع من الشهر وبقيت الشهر ناكل عيش حاف، ده لو لقيناه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. يعني ابوه وامه موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك اكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب والدوله هي اللي مش عايزه. ايوه يا باشا. مين بالظبط في الدوله اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروح للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروح للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروح لرئيس الجمهوريه. سيادتك عايزنا اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكيه وعليا وليفني وكندريزا رايس. الله، مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك، ده انا طب ساكت، يعني انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده، ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قول اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني؟ فيه اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مالك. بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر قصاد بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك توك؟ ايوه التوك توك. زائد 170 جنيه قسط الموبيليا اللي انا بعملها في المناصرة، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت، مقفلة في وشي زي الدومنة، والحكومة نازلة في تصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحة والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيبي، حد يمسك الريس بالطريقة دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكلة تهاني، انا عندي مشكلة 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس، حرام عليكوا. الله يخرب بيت الديمقراطية اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي، أنا حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال أسمع واحد فاسد زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخلية كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، أنا أصلي على باب الله. يا ابني كلنا على باب الله. أنت فاكر إنك أنت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، إحنا متعسرين أكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ودينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة وتزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. حكاني هلا. اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رأفت وراني صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. كان بيقول لي كده؟ انما ايه ده كله؟ بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رأفت موصيني على حضرتك بالذات. انت عرفت رأفت ازاي؟ في الكليه. اصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمه اجتماعيه، حبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجاره وانا دخلت اداب، وبعد ما خلص تجاره كمل في حقوق وانا كملت في رياض اطفال، وهو دلوقتي ايه ما شاء الله في المعهد العالي لاعاده اعداد القاده المتوترين. انتم مقضينها بقى شهادات ومفيش جواز.
هنعمل ايه بقى يا باشا؟ ما احنا عايزين نكون نفسنا. ما انتوا بقالكم 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط؟ وانا معاد هنا للاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا ده رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال، والله ابن حلال. مش انت، انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ طهت ازاي؟ يا راجل اسمعيني بقى يا بنتي، انتي مش فاهمه ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبه وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكره كده، تهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البص اصلا متاخره ولازم تطردي النهارده. شويه فول بقى يا باشا، عموله مخصوص من عند الجحش. كفتر علمي دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسه الجدوى بتقول ان القناه الفضائيه هتخسرنا كتير. مش انت قلت لي ان اي مؤسسه اقتصاديه يلزمها مؤسسه اعلاميه عشان تسندها؟ كوبايه ميه لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجه مهمه جدا. المؤسسه الاقتصاديه نفسها منهاره، فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسه اعلاميه تسند اقتصاديه؟ هذا سيزيد الانهيار بلا كده. وبعين يعني كما تعلمنا من حضرتك ان دراسات الجدوى، مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من منطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى، لكن في حالتنا لا. يلا رافض مالك. انا اسف جدا يا فندم، ستك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار. سيادتك تشوف مين؟ حسب تعليمات سيادتك. أيه. انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت بلطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهم. هو فكر كده؟ لا، ده يبقى شكاك كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي، انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس، ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. إحنا بس عايز أقول لحضرتكم على خبر جديد، اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، فيه مفهوم بحراوي أبيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بال يعني بالمزز برضو لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الاحمر، والامور البحر احمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر احمرية؟ ده انت الاحمرية، انت مالك، انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من مدينة الانتاج العالمي؟ لا، هي هتنطلق من هنا، من قلب بيتي. بيتك؟ بيتك؟ بيتك يا روح امك احتليته؟ ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. برا برا برا، امشي من هنا برا. بيتك بيتك، ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العباسة دي؟ ايه اللعبة؟ يلا ادي بقى دي، حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع ما
لحتى ريحته معفنه راخر، والزار كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. ايه وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. ايه على البوكسر ده؟ ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا حاجبها بقى. مش هتجيبها. هتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجه، فاهم؟ لطفي لطفي، استنى يا لطفي. دي ست مش كويسه، قذره سافله منحطه. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصه تانية. فرصه؟ فرصه ايه يا هاله؟ يا ست فاضيالنا اساسا، عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي استنى يا لطفي. محدش حاسس بالمصيبه اللي انا فيها. عطيه مات وسابني على الحديده، عليه شيكات وديون لناس كتيره جدا، كل يوم والتاني واحد ينط لي. كل اللي بتقوليه ده ايه دخله بقى بان كل ما ادخل انا ولطفي الاقيك انت والراجل ده فوق بعضكم؟ مين الراجل ده بس؟ بصي الراجل ده عنده شيكات ممضيه ب7 مليون جنيه، يعني ممكن يحبسني في اي وقت. وبعدين اكتشفت ان نص الفيلا اللي انا قاعده فيها مكتوبه باسمي. كان ممكن تقولي الحقيقه لطفي، واكيد هيتصرف، اكيد هيقف جنبك. وانا ما لحقتش بقى. قوية. محسن بيه، استاذ لبيب المحامي بتاع مهجة هنا. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنباية حمراء ها، وانا اخد عنباية صفر، ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه، واحده حمراء وواحده صفراء، ها؟ وانا اخد ايه، واحده صفراء وواحده حمراء. كوكتيل وايه؟ هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه إن أنا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد، ولذلك أنا بقترح. أنت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولوا لي، ها؟ مش عايز قلب دماغ وحياتك. حبته هنا ولا إيه؟ ماشي. بقول لك إيه، خد دي إديها هدية لمهجة هانم. اتفضل. ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كده. ايه بقى؟ لا دي تعور. والله؟ اه. يعني بلاش؟ بلاش. اه. بعدي. اه. خليها بقى. صدر قرار من النيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شويه لغايه ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فتره التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت، ها؟
عشان ما نضيع الوقت. آسف يا باشا، العربيات كلها محجوزة عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجة. بتعرف يا باشمهندس هتحقق القعدة جنبك دي جوزها مفتري دي؟ لا دي ايه، دي عمرها الافتراضي خلص. لا اللي جنبها، اللي جنبها كل يوم والتاني يقوم رنينها علقة موت، تقوم سايبه له البيت وغضبانة. ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحية دي ترجعها له تاني. بلا، وترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها؟ يا با خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود، اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا وصلت بالسلامة يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجة، ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك وتبقى صرفت على ستة بس. اه موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص. لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. لقد حتفاء. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. فهمتوا ثانية. لا فلتوا ثانية. دي بتاعت الراجل الكبارة دوت. اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر، كله يأمن على بطايقه. واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك كبيرة ضربة بعد 10 كيلو. بكسي فينا باشا. يلا يا بسرعه. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. يالا ده انت راكب صفيحة زبالة. انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جاي لك. ها جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي، هنقضي السهره صباحي مع بعض. فين انت مين؟ معاك بطاقه هلا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معكش بطاقه كمان؟ ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. الله يخليك. انا اسف يا باشا. لا لا لا، انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامحك. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ربنا يخليك. يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر يا باشا. مع الف سلامه. رأفت تهاني عايزه كل حاجه مظبوط، عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجة. لطفي بيه ده راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. عقبالكم انتوا كمان. قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. نعم. انت رايح فين؟ حاجه غريبه، حد يسال واحد داخل بيته يقول له انت رايح فين؟ فين الدنيا بتنطط في وشي؟ لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب أنا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. أنا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي، كفاية اللي حصل لي المرة اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. أمشي وأسيب الناس اللي جاية بيتي؟ طب أرحب بيهم حتى، إحنا برضو ناس بتفهم في الأصول. يا رأفت! تهاني! يلا! طلعوا برا! محسن ده؟ ده المفاجأة الحلوة دي يا فندم؟ إزيك يا تهاني؟ إزيك؟ لا 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 معقول!
معقوله ده رب ده عيالي النهارده يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي امك؟ الحمد لله. كانت عامله جمعيه سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعه السرير واكياس المخدات. جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسره رخر. وعملت ايه؟ ابدا، جت استلفت من امي. يلا بره بره. طب ثانيه واحده، بره ثانيه واحده والنبي يا مدام، اتصور مع الباشا. امسك دي، صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكه الحلوه بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل. انا بحب العيال دي قوي. بصي، بالرغم من ظروفهم الاقتصاديه الصعبه، شو بيحبوا بعض قد ايه. ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتزل الناس اللي جايه دول وناكل لقمه خفيفه وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونه؟ ولما الجنونه بتركبني ما بشوفش قدامي. لطفي لطفي استني يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. أنا مش ممكن أشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته إيه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن مليار و200. مليار و200. مليار و200. عملت دمج بين شركتك وشركة مهجة النشار، طلبت قرض من بنك الامان، والبنك معصلك شويه، وانت جاي لي دلوقتي علشان ازق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نقف جنب رجال الاعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. هو بس في حاجه واحده يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجتي؟ احنا معانا شريك ثالث في الجروب. مين؟ بوبوس. يعني ايه مليار و200 ما يفضلش منهم ولا مليم؟ كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا مهجة هانم، احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفة، والعمال كان بقالهم 6 شهور ما قبضوش، ده غير عمولة البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف. يا طبطب ودلع، يا يقول لي انا اتغيرت عليه، انا ازعل اولع؟ ما هو كل ده عايز نرضي التكة فربانكة التيتا توتا تيتا تاتي. انا كان مالي ومال الغلب ده؟ واحد متعسر ومديون، بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه. البيت ده بقى كله نكد، انا ما بقتش طايق اعيش فيه. ما تسيبه يا اخي وتغور في 60 داهية. ارفع قضيه سب وقذف. شوف بتقول له غور في 60 داهية، اطلب تعويض كبير. يا هانم من فضلك اهدي شويه وبلاش توقعينا في الغلط، دي ناس عايزه تجيب فلوس باي شكل. طيب اسمع، انا اللي هحسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي. وانا شاري. ايدك بقى على 20 مليون وامشي دلوقتي. طيب ما تاخدي انت النص بتاعي واديني 12 مليون. يا اخوانا الحل موجود، حد يجي يشيل الليل على بعضها، كل واحد فيكم ياخد حقه ويا دار ما دخلك شر. Thank you.
عبد الحميد الانفوشي ده هو راجل اعمال بجد، عمره ما تعثر، البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام. يعني في الثانيه 75 جنيه. في الثانيه 75 جنيه يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له ب 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا 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 يا باشا. مهجة هاني من النشار، دي فرصه سعيده. اهلا وسهلا. اهو في العطسه دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد دي الصغيره. اهلا مدام فنكوشي، اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا لا، احنا يا دوبك شركه في الفيلا بس. معقول انا بص الواحده زي دي؟ تعالى يا فندم تعالى افرجك على القصر. تعالى احنا نقعد. يلا اتفضلي اتفضلي يا هما عقبال ما تتفرجوا على القصر. على فكره انا بحب الانفوش جدا، لما بروح اسكندريه ما بقعدش غير في الانفوش. انا لما بروح الانفوشي بانفش. دي اوضه اوضه، ايش حالة ما كنتش هتجوز في اوضه؟ دي اوضه في بيتنا، هي اوضه في بيتكو. وبعدين انا ابويا وامي قفلوا البلكونه بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. هننام على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبه موجوده. طب ومولة السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مولة السرير؟ وبعدين انا دافع المقدم بتاع المولة من 3 اشهر، وكل شويه ادفع عرافه تدفع عرافه، هو في حد فيكم بيدفع حاجه؟ الست مننا لما بتبقى وحيده نفسها بتتسد عن الدنيا خالص. وحيده؟ وحيده زي هانم؟ يا الرجاله عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيلونهم يجنن، ما حصلش، ما كنتش واخده بالي. عيني انا؟ ده ما حدش قالهالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيع الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي يشاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. أنا ما بيهمنيش شكل الراجل، أنا أكتر حاجة تهمني في الراجل حنيته، ده اللي أنا بفتقده، الحنان. يا لهوي، أنا لو كنت لقيت الست اللي أحس معاها بالأمان أنا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجة. لا إله إلا الله. أنا اتشددت ليكي من أول ما دخلت باب الفيلا، عارفة؟ وانت بتاخدي حقنة الانسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك. ولا وانت بتاخدي دواء الضغط، ضغط انا اللي علي احساسا بيكي. ولا دواء الحموضة وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه، ايه؟ ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا. انا مش شايف حد غيرك. طب ومهجة؟ مهجة مهجة مين؟ مهجة مين؟ مالك يا ولادي؟ قول لي بقى ايه رأيك في القصر؟ عجبك؟ عجبني، ودي عايزة كلام. وعجبتني صاحبة القصر. أمال إيه؟ أنا كنت فاكرك ملاك ملاك، أتاري حبك هلاك هلاك. عطيات! أنت بتعمل إيه يا راجل أنت؟ بعمل لها تنفس صناعي. بس كنت بلعب سودوكو انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده، ده بيت محترم. بقول لك ايه؟ اتكلمي في النص اللي يخصك. النص اللي يخصني انا اعمل فيه اللي انا عايزه، وبعدين انا مش هبيع بقى. عايزه تبيع انت احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وقطعيته. خطيبتي. مش كده قطعيته؟ قطعيته؟ وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد. دي حياتي الخاصة وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل عليه. انا مش شايف اي خلاف بينكم، انتوا تقريبا متفقين. متفقين على ايه؟ على الدمج. على ايه؟ انتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا اكبر قوة اقتصادية في البلد كلها. ولا ايه يا نبيب بيه؟ ها اتش ام اي اي جروب.
عملتم دمج بين شركتكم وشركات عبد الحميد الانفوشي وعطيات الانفوشي. في مشروع جواز كمان. يعني دمج اقتصادي على عائلي. وطلبتم قرض من بنك الفرار وانت جاي لي دلوقتي عشان ازق لك القرض ده. مظبوط؟ انا رحت جبته من المدرسه اهو. انا مش هتكلم. بابا هو اللي هيتكلم. يلا قول لي بابا انا قلت لك تقول له ايه واحنا جايين. ادي الكارد لانكل يا داد. انت عيني كميل يا امه. بص هو اللي هيبقى ضامن القرض يا باشا. اجيب منين تاني يا تهاني؟ محدش راضي يسلفني، اعمل ايه يعني؟ اسرق؟ خلاص بقى، خليني قاعده جنبك، شكلنا كده ولا هنعرف نتجوز ولا نتنيل في سنتنا. وانا اعمل ايه يا تهاني؟ اعمل ايه؟ انا داير زي الحمار في ساقيه. من هنا للتوك توك للكومباون. انا بقالي 9 سنين ما غفلتش، ارحميني. انا بنام وانا واقف يا تهاني. اعمل لي قهوه رافض. حاضر يا باشا. واخرتها يا رافض؟ اخرتها ولع في نفسي عشان اخلص من العيشه واللي عايشينها. انا اللي تهيت لما انت مش قادر انك تحب وتتجوز، كنت بتقعدني جنبك. بقول لك يا تهاني انا مش ناقص ولا انا ناقصه يا اخي. انا كرهت عشتي بسببك. 9 سنين 9 سنين مرمية جنبك ومستنياك. كل يوم تقول بكرة نخلص، بعده نخلص، وما بنخلص. كفاية بقى، كفاية قوي لحد كده. زعلتها ليه يا رأفت؟ مش انا اللي زعلتها يا باشا، انت اللي زعلتها. انا يا ابني قربت لها ولا جيت ناحيتها؟ انتوا اللي عملتوا فينا كده يا باشا. الفلوس اللي انتوا غرقانين فيها دي فلوسنا احنا. نشفتوها يا باشا، مصمصتوها. أنا كنت بحبك يا باشا، والله كنت بحبك. بس لما عشرتك عرفتك على حقيقتك. أنت واللي زيك السبب في اللي إحنا فيه ده يا باشا. المية جنيه اللي أنت ماضي لي عليها إيه؟ مش عايزها يا باشا. مش عايزها. هربان من قضايا يالا؟ فين بطاطك؟ باشا قضايا ايه؟ باشا انا كله في السليم، انا نازل اكل عيش يا باشا. ولما انت بتاكل عيش بتهرب ليه يا روح امك؟
فين الرخص والورق يلا؟ يا باشا ما انت عارفين ان لا ليه رخص ولا ليه ورق يا باشا. طب ندور على البوكس، خد التوك توك ده في العربيه. ما حدش يبقى ايده على الطاقه، لا مدين عليها صيحه أنا رأيي إن إحنا نعمل أول وأكبر وأضخم شركة استثمار عقاري في الشرق الأوسط. خد بالك يا حاج عبد الحميد؟ ها طبعًا، بس يا إخوانا وإحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الأكل. الأكل يبرد ولا إيه يا موه؟ موه الكابوريا المخلية دي بقى مزاجها عندها عطط، عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت. ها وانا هشليها لك بايديا يا ميسو. بايديك بايديك نيني ودي ودي بيدي بيدي هم 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 يا جامد. فتفتحها له بقك واديها له عشان سنانه. ها اعملي حسابك شهر العسل هنقضيه كله في كأن على اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على المستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ميل كل بلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك، أنا نفسي أشعر بحنانك. تحترم نفسك يا أخي وتقعد بأدبك. ترضى إن أنا أعمل في أختك كده؟ ليه لا؟ أنا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. أنت مالكش غير نص البيت بس. أنا النص بتاع نص محترم. أنت ليك النص اللي فوق وأنا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحة. نعم نعم، وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها. بس يا ولية شرشوحة أنت. إحنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا على الطيارة. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده؟ ده انا قعدت طقطقت، انا اللي غلطان يا بارع. انت ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. بس عشان نتحاسب العمليه ما تجيش كده اصلا، عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. استنى يا عبد الحميد، استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسن بيه. خير يا سياده اللواء. انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجه؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا محسن بيه، انا جاي لعبد الحميد الانفوشي والست عطيات اخته. ايه طلعوا متعسرين هم كمان؟ لا انا سبت الاموال العامه من الحركه اللي فاتت. امال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. مخدرات. وانا اقول اشمعنى انتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا. يلا عند موجة النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه مظبوط؟ ويا ريت تطلعوا لنا التوك توك يا باشا، دوت غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه.
هو اصلي كان في حاجه كده يعني. مبروك مؤدبا. موجه النشار بني ادمه هايله وكويسه ومحترمه، بس الله بقى وشها يبقى كويس عليك حاكم. انت عارف استديو اصلها قدام، وطبعا انت عايز توافق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوه بوبوس عندك لا تديني اخر فرصه، انا المره دي هشتغل بجد. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. سيادتك لا مؤاخذه مش عايز سواق؟ هو حضرتك بتشتغل سواق؟ اه سيادتك انا عندي تاكسي. طب عندك تاكسي وعايز تشتغل عندي ليه؟ لاقساط حراقه يا باشا والبنك ما بيرحمش. الله، انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. متعسر. مسا الجاب. مسا الجواب يا اخويا. مسا محسوبك جدل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره، وزي ما تقول ده انا اللي مربي رافض. ونعم الترباعه. الحل واقف يا باشا، هم مش هيشوفوا حل. انا انت متعسر انت كمان؟ قوي قوي يا باشا، عندي امساك ليا ثلاث ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ اه صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقولي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما كانتش كلمه. بقى جاي تقولي انا مساء الفل؟ ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينه؟ الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا، هو انا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل. وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغايه ما تبقى عريان بلبوص معضم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت قصدها بقى. اوعى يا النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو اهدى يا نادر. مساء الفل. ايه؟ خلاص خلصت يا باشا، جابوا ترفق، ربنا تأمنه. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شيخ المنصر اللي اسمه محسن الداوي. اه قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني أنا ويجي 3000 عامل زي، خرب بيوت يا باشا، شردونا يا باشا، أكلونا لحم ورمونا عظم. سبعة إيه؟ سبع قالوا امهم بقرفهم
أكلهم وشربهم ومدارسهم، حلقين في رقبتي يا باشا. يوم يجي الجدع الاسم محسن هنداوي شردني أنا وأنت، أنا وعيالي، عليا الطلاق بالتلاتة اللي أجيبه مطرح مكان. أول ما أشوفه بالإزازة دي أحضرهم ودماغه. وانت هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافروا وراحوا لندن. والله لو كان في بط الحوت نجيبه. طب استأذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ باشا انا اسف يا باشا، اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ يلا احسن ناس. انت ابن مين في الزعبله؟ انت تعرف الزعبله كلهم واحد واحد؟ امال دول حبايبي. انا ابن يعني عارف. تعرف عنتر الزعبلاوي؟ امال ده مربيني. اهو ده عمتي. ايه عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي، مع عمتي من الزعبله برضو، عنتر وزعبله. يلا بينا. لا يومك شغال. تعرفش مكان محسن هنداوي؟ اول ما هشوفه هعرف هو فين، حاجة أقول لك على طول. يا رافض والنبي ما أنت ماشي. نسمع سلام لراجل الأعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهاردة. أنا بقول نمشي إحنا بقى ونسيب العرسان لوحديهم في ليلة حلوة زي دي. ها؟ صباح الخير. أنا بقول برضو ما يصحش نمشي ونسيب العرسان في ليلة حلوة زي دي. اتفضل. أقسم بالله أنا شرعك يا محسن يا عداوي. لا مؤاخذة يعني يا باشا، ما عرفتكش بالعيلة. ده الحاج شبانة أبويا. أهلا يا حاج. والحاجة طبعا. أهلا يا حاج. ودي أختي. أهلا وسهلا. وده جوز أختي. ده جوز اختك؟ شبه كابوريا. حضرتك والبنت دي بنت اختي. والواد ده بقى اشرف اخويا الصغير. اخوك؟ يا حاج. ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بالف خير. مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم بدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام زياره سيادتك دي هتفضل محفوره في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى خد الحاجه واتكل على الله. اتفضل يا حاج. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل. اتفضل يلا بدريه. وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ ها؟ مش هتشوف مصلحتك؟ يلا قول. بقول لك ايه؟ ها؟ عرفنا. واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجه غلط. احنا مش مخطوبين لبعض. يا مؤاخذه يا محسن بيه، اصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك، خش نام يا حاج. الفكرة يا محسن بيه، أصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوة. معلش، خد يا عم شبانة تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعال خد. الحباية الزرقاء. ايوه الحباية الزرقاء.
يبقى ادعي لي يا عم شبانه. بلاش دوشه بقى، احنا مش فاضيين لك، خليها نروق. الراجل قرقش ال كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اتجوز رأفت وقبضتها الاول ولما جه ميعاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد الصوت. خد يا حاج، ربنا يخليك وما يشحطط لك وليه ابدا. الحاج بيندى عليكي. حاضر. عايز الصايه. عايز ايه؟ صايه. انت هتطير علينا؟ روح اطير في الحمام اجري ويلا عشان تنام عشان المدرسه الصبح. انا مش هروح المدرسه تاني. ليه؟ اصل ما دفعتش المصاريف ولو رحت هيمشوني. ده احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحده. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي. يلا. التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا حلو يا اللي غرامك في الفؤاد شبابيك، انا قلبي شافك وانشبك بيك ولا فيش كوين غير بصك من الشبابيك. فين تراخر؟ ده ايه الليله السوداء المنيله ب60 ليله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجه خش البيت اللي جوه دي اقعدي معاها شويه عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجأة اتعثرت. اتعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان أول مرة أمسك إيديها. هو أنت طول التسع سنين خطوبة ما مسكتش إيديها؟ ما أنا ما كانش ينفع أمسك إيديها سيادتك، افرض مسكت إيديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت أسيبها كده ممسوك إيديها تتلطم في الدنيا؟ فعلا صحيح. ما حدش يرضى يتجوز واحدة ممسوك إيديها قبل كده. اسمع، أنت سيبك من إيديها خالص، اعتبر إن ملهاش إيدين. الليلة دي ليلة الدخلة مش ليلة الإيدين. يعني نسيبنا من إيدينا خالص؟ سيبكم من إيديكم، أنتوا هتمشوا على السلك. سيبك من إيديها، هي إيدك أنت هي اللي تبقى شغالة. يا هبلة، ده جوزك حلالك. ما أنا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني أنت عايزة تفهميني 9 سنين ما أمسكش إيدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما بعملش أي حاجة؟ أنا لا والله عمري أبدا. جاتك خيبة، جاتك نيلة يا هبلة. عايز نقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بصوا احضان كده على طول. على طول ازاي؟ لازم يسخن الاول، ها؟ يدخلها في المود. تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على على اي حته يعني. انت مستلوح ليه كده؟ دخليه في المود، ضحكه مايسه. حركه سايعه. الاغراء مش عري، الاغراء بصه. اهم حاجه العري. بصات ايه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرام يا باشا؟
حرمت عليك عيشتك اذا كنت انا سخنت وانا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت انت. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه دي داري كده وانا داري كده. طب هيفا وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع انا هخش انا وموجه في الاوضه وانت حتى هاني اقعد بره هنا. شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم ومعطر الاوضه على الفاضي. ها بص اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموال ده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجه وبعت لي تهاني، هي ليله سودة. رأفت عايزاك. البيت ده عايز له مصنع في أجر. فكيها بقى. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟ تعالى نام جنب مراتك. انت رايح فين؟ مش بتقولي تعالى نام جنب مراته؟ بقول لك ايه؟ زي ما فهمتك. حاضر يلا يلا يلا. تاخد الشريط كله، خد حبايه واحده، لو خدت الشريط كله هتجيب عيال دلوقتي. ها وبعدين يعني شويه لعب في الاول. ها ايد بطاله وايد شغاله يعني. مش خد بالك تاني. بصي بصي عرفتي. انت كلي كلي انت كشي اللي هو انتوا الاثنين يعني. هي تعمل لك كده انت تعمل لها كده. انت خد بالك انت كده انت كده ري 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 تيجي تيجي تعمل ايه؟ دلوقتي سخنه سخنه قوي. ها كله تمام دلوقتي وكله ايه؟ ها قصه يعني. ها ايوه يا باشا، ابن حلال مصفي، انا في بقى تاتا. وبتحضر فرح رأفت على تهاني؟ وما تقدرش تنزل عشان في ضرب نار تحت. بس ما تقلقش الحكايه دي هتنتهي دلوقتي حالا. بس انا كنت عايزك في موضوع كده خمس دقايق مش اكتر. حاضر يا باشا حاضر. خلاص الدوله هتخلص كل حاجه تحت واحنا ايه نروح بقى. وقعت يا جناوي! نعيدك على ايدي! تعالى! ايه ده؟ انت قلت لها ايه؟ انا ما قلتش كده خالص. هي دماغتهم بقت عامله كده ليه؟ ضربت يا جناوي! مش هسيبك يا جناوي! مش هسيبك يا جناوي! اقسم بالله ما هسيبك يا جناوي! بتتعامل بالحكومة! خليها تنفعك! اوعى! مش هسيبك يا جناوي! خلاص يا ولي! خلاص يا ولي كفاية كده قوي! احنا كنا فين؟ ده كده وضع قوي! عايزك تسمعي المنطقة ان احنا جامدين قوي! ماشي يا محسن يا هداوي! ماشي يا محسن يا هداوي! ماشي يا محسن يا هداوي! مساء الفل! مفيش فل! مفيش فل! مش هسيبك! مش هسيبك يا محسن يا هداوي! خير يا باشا؟ أول مرة أدخل على سعادتك لا تقولي بفكر في إيه ولا جاي ليه. حسك في الدنيا يا باشا. لأن المرة دي أنا اللي عايزك يا محسن بيه. خير يا باشا؟ أقعد. أولاً أحب أبشرك بإن كل الطلبات اللي أنت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفذ وبمنتهى السرعة. ربنا يخليك لينا يا باشا ويخلي لك بوبس. المرة دي بقى إحنا لينا طلب عندك. أنت تؤمر. بالنسبة لمسألة الجواز احنا نرى انها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي.
احنا نرى؟ مين احنا نرى دول يا باشا؟ الدولة. الدولة هي اللي مش عايزة؟ انت عارف ان لطفي الماظ واحد من اكبر رجال الاعمال اللي موجودين في البلد. الراجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره ما اتأخر عنها ابدا. هو حاليا مترشح لمنصب مهم قوي في الحكومة. والراجل جالي وشرح لي الموقف. قال لي انه كان عايز يتجوز مهاجر نشار وانه تقدم لها وكانت موافقة. لغاية ما ظهرت انت بقى. انت عارف ان له عندها 100 مليون جنيه ومع ذلك ما خدش اي اجراء قانوني ضدها. احنا درسنا الموقف كويس والعقل بيقول ان محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل، وان لطفي الماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطيبته، وان مهجة النشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقة اللي تليق بيها وباسمها وبسمعتها. ولا ايه؟ هو ده رأي الدولة؟ لا، ورأيي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف. بص يا زومبي، أنا هتجوز مهجة غصب عن عين أم الدولة. طول الليل مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مرة ما ردتش علي. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجة؟ ايوه يا راجل. انا كنت واثقة انك ما نمتيش. الف مبروك يا موها. لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا. اصله لما عرف الحقيقة بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي. انت رايح فين؟ انا ماشي. وسايبني؟ انا ساب البلد كلها. كله عشان اتجوز لطفي الماظ، مش كده؟ بص يا موجه، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط، ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني، انا حسبتها علشانك انت. أنا جيت بوصل لك كل حاجة. أنا همشي. المركب لما تغرق كله بينط منها. وأنت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجة. الدولة لسه نايمة ما صحيتش. خليني أطلع منها على خير. رجلي على رجلك. أنا رايح لندن. هاجي معاك. بس وانا مراتك. محسن بيه هنداوي، اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضوريًا على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي ده سجن،
مش منتجع سياحي. دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم بلازمات لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا 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 ده كتير كتير. الله الصحافه تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح. نعم اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك يا سيدي؟ الطلبات جاهزه. ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن، انا ليا 80 مره. احنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مره على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. انا هوقف ايه ما انا عندكم؟ انت بتقول ايه؟ ده سجن محترم مش شقه مفروشه. طيب انا بحملكم المسؤوليه كامله. انا هبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان، هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سجناء الراي. مين؟ سجناء الراي. هوصلها للامم المتحده، هبلغ اوباما شخصيا. حرام حرام عليكم. انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في الاعداديه. ايه؟ حرام من ايام ما كنت في الاعداديه. ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت. بقوم كل يوم الصبح. فهمت مش كده؟ تمام يا فندم. الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه، انا ليا الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك. لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوله والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجه خرجت بالسلامه النهارده الصبح. رايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم، عايز يقعد معاكم. سك على الاضراب يا باشا. ها؟ الظاهر انها تسويه شنطه. كان لازم الدوله تعمل كده. كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده، ده مش مجرد تصالح، ده عبور اقتصادي، لان الاقتصاديه بتاثر على الصلاحيات في السكاتس. هو هنا اجتماع اللجنة؟ ايه؟ هو هنا اجتماع اللجنة؟ لا، هنا موقف احمد حلمي. اتفضل. امال موجة هانم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه؟ مش نظام. النظام اتغير. نظام بيه عبد الدايم خلاص مشي، واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف، عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث، الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان. وإحنا نرى. الله، إحنا نرى برضو. إحنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. الأمور ده اللي في الصورة ابن سعادتك؟ أيوة، باسم ابني. باسم. بوبس.